هل فكرت يوما في مصير الطائرات التي تنتهي فترة صلاحيتها؟ الطائرات التي تتعطل ولا يتم إصلاحها أبدا، هل مصيرها هو التدمير أو الحرق مثلا؟ أين يوجد أكبر تجمع للطائرات الخارجة عن الخدمة في العالم؟ إجابات لتلك الأسئلة سنتابعها الآن معا. ببساطة، الطائرات التي تموت ماذا يحدث لها بعد آخر رحلة؟ الجواب هو أنه يتم وضعها في مقبرة كبيرة جدا. قد تضع شركات الطيران الطائرات المتقاعدة في متاحف الطيران في الهواء الطلق مثل كونكورد الشهيرة، ولكن ينتهي الأمر بغالبية هذه الطائرات في مقابر بعد توقفها عن العمل. على سبيل المثال، يتم الاحتفاظ بآلاف الطائرات في مناطق شاسعة تنتشر في صحاري جنوب غرب الولايات المتحدة. إذا زرت أمريكا في المستقبل أو كنت الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وأثناء قيادتك على طول طريق ساوث كلوب في توكسون أريزونا، ستبدأ في ملاحظة شيء غريب جدا. ستلاحظ أن المنازل الموجودة في المنطقة تبدأ شيئا فشيئا إفساح المجال لشيء غير اعتيادي. ستشاهد بأم عينك صفوفا هائلة من الطائرات، طائرات مختلفة الحجم والشكل، من طائرات البضائع الضخمة إلى قاذفات القنابل الثقيلة، ممتدة كلها بلا حراك وفي هدوء تام في شمس الصحراء الحارقة. هذه الطائرات ترقد بسلام في مثواها الأخير. هذا المكان الذي ستصادفه هو أكبر منشأة لتخزين الطائرات وحفظها في العالم، وبمسمى أسهل أكبر مقبرة للطائرات في العالم. هذا المكان أيضا يسمى بمجموعة 309 لصيانة وتجديد الفضاء الجوي، والتي تقع داخل قاعدة دافيس الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية. تجهيز هذا المكان في مساحة تصل ل 2600 فدان، أي ما يقارب 10 كيلومترات، وكان قد رصف فيه ما يقارب 4000 طائرة و13 مركبة فضائية من القوات الجوية الأمريكية والجيش وخفر السواحل والبحرية ومشاة البحرية. قد يظهر للبعض في الصور والفيديوهات هذه الطائرات أن بعضا منها قد يبدو في حالة جيدة وقد تكون تعمل، لكن لا تخدعكم المظاهر. غالبية الطائرات المتضررة بشكل كبير منها لم تعد آمنة إطلاقا لأي رحلة جوية، لأنها قد تكون مميتة وقد تتحطم في الجو. تستطيعون مشاهدة بعضا منها قد أصبحت أجزاء موضوعة بجانبها، البعض الآخر وضع عليها أغطية واقية لإبعاد الرمال والأتربة وحماية ما تبقى منها من خطر الرمال وهبوب الرياح. هناك شخص قد يطرح سؤالا، لماذا تم اختيار هذه المنطقة بالتحديد أريزونا لتكون أكبر مقبرة للطائرات في العالم؟ ما المميز في توكسون أريزونا ليتم اختيارها كمقبرة للطائرات؟ من أهم الأسباب هو الظروف المناخية في ولاية أريزونا، بينما تتميز هذه المنطقة بحرارتها الجافة ورطوبتها المنخفضة. وإذا درست الكيمياء ستعلم أن هذه الظروف تقوم بتمديد فترة الصدى لأكثر وقت ممكن، وقد تستغرق وقتا أطول حتى تصدأ وتتآكل. أيضا الصحاري هي مساحة كبيرة من الخلاء، وسعر الأراضي فيها زهيد جدا، فمن سيبيع الصحراء بثمن مرتفع؟ هذا يعني أنه توفير لكمية كبيرة من الماء. فرصة أن تعود طائرة من هذه الطائرات من جديد قليلة جدا، ولكن ليست مستحيلة طبعا، فالأمر أشبه بالنسبة لتلك الطائرات كالبعث أو العودة للحياة من جديد. ولكن عودة طائرة للقيام برحلة طيران ليس من الأمر السهل، وله شروط كثيرة، حيث يجب الاعتناء بالطائرة في المخزن بشكل جيد من قبل فنيي المنشأة الذين يتأكدون من إغلاق جميع مداخل الطائرة لمنع الأوساخ والغبار والرمال، وأيضا التأكد من خلو الطائرة من أي حيوان بري كالأفاعي والعقارب وفئران الصحراء وحتى الطيور، لأن وجود حيوان في هيكل الطائرة قد يتسبب بانفجارها أو حتى سقوطها. بعدها يتأكد الميكانيكيون والفنيون من سلامة كل الأجزاء الميكانيكية للطائرة وأنها قابلة للعمل، وعندها تكون مستعدة للبعث من جديد. لتكون أكثر
نهدي لكم جهودنا، فاستضيفونا بفنجان من اللايك والسبسكرايب ستصلكم هدايانا المتواضعة تباعاً.